طريقة عمل السموسي راكو تشوفو فيها. وانا بارد يجي هيا على بيها نديرو لي فريز يكونوا باردين كونجلي شويه. السلام عليكم، معكم اليوم ام البنات. اليوم جبت لكم معايا سموسي تاع لا فريز. كما كنت تشوفوا معايا انا هنا فريز شريتها كونجلي باش تبقى لي يبقى بارد، يجي بارد بيان. واللي حاب عنده فريز جديده يكونجليها خليها شويه تكون طريه، ولا شراها هكا كونجلي كيما انايا كنت خرجتها. عندي واحد نص ساعه ملي خرجتها من الكونجيل باش تطلق شويه. نجود طريقه التحضير. انا عندي طلت عليه فريز كيما تشوفوا، نديرهم كامل داخل هنا. عندي زوج مغارف كبار تاع سكر، والسكر كل واحد كيفاش. هنا عندي 3/4 تاع كاس تاع حليب يكون تانيك بارد، تما نص تاع الكاس نزولو شويه نديرو ونشوفو الى نزيدو ولا نحبسو. وانا ما كملتش الكاس تاعي بالك نزيدو. كيما راكم تشوفوا هنايا يجي كي لا كريم. سواء تحبوا تديروا الحليب يجيكم شويه خفيف، سواء تخلوه هكذا. دوكا كل واحد والمذاق تاعو. انا حزت له هذاك شويه تاع الحليب اللي بقات لي وندورو معاكم. انا كيما راكم تشوفوا انا خليتها يحبوها هكذا. نجوزو طريقة التحضير ونشوفو معانا. هنا كيما راكم تشوفو معانا روعة يا البنات. سيو وجربوا معايا الطريقه، ما تنساوش ديروا لي جيم وتابونيو معايا في قناتي. سلام.